انا اشوف ان الخبر ده بالمناسبه من الاخبار الحلوه حلوه يعني. قنوات اون تايم سبورتس نجحت في الحصول على بث كل مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهله لكاس العالم على قنواتها الفضائيه المفتوحه وشركها الرئيسي اورا. طيب احنا معانا على التليفون هيثم عبد العظيم المدير التنفيذي لشركة اورا. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا هيثم؟ ازيك يا استاذ يوسف، عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. انا مش متذكر ان احنا كان بينا القاب هيثم ابدا. يا هيثم استاذ ايه وبتاع يا راجل؟ لا انا اول مرة نتكلم على البرنامج. اول مرة نتكلم على البرنامج، ايوه صح. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الشراكة الرائعة يعني. يعني هو كل اللي حصل هي مكالمة تليفون من الشركة المتحدة، أستاذ عمرو الفي قال عايزين نتقابل يوم السبت. يوم السبت اتقابلنا، عرض عليا الموضوع، قلت له طب معلش هكلم أبلغ المهندس أكيد. كلمة ما استغرقتش أكثر من 10 ثواني، هو والمهندس أنتي قالوا فورا إحنا موافقين، ودي حاجة حلوة للشعب المصري، وشركة أورا هتبقى في سبيل إن هي الشعب المصري إن هو يبقى سعيد ويتفرج على ماتشات ويتفرج على ماتشات بلده ومنتخبه الوطني مجانا. دي أحسن حاجة إحنا نقدر، أقل حاجة نقدر نقدمها للشعب. رائع جدا رائع جدا. ده معناه إن إحنا نفتح كل القنوات بتاعة أون تايم سبورتس نلاقي الماتشات، وده حقك الطبيعي يعني كمواطن إنك تتفرج على منتخب بلدك وتشجعه. طيب ده رائع جدا، هذا ينذر بقى او يعني خلينا نتفائل بقى المزيد من التعاون في حاجات اكبر ولا ايه؟ اي حاجه تقدر تسعد الشعب ده اورا هتبقى ان شاء الله في صف المشجع المصري، وان شاء الله اي حاجه نقدر نعملها في كاس العالم، في اي حاجه تانية هنقدر احنا والمتحده نعملها احنا معاهم ورا الشعب ده ورا المنتخب، وان شاء الله نطلع كاس العالم. قدها وقدود يا هيثم، اشكرك جدا 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 وشكرا على المكالمه، كل الشكر، وشكرا لكل الفريق بتاع اورا بالقطع زي كل فريق الامم المتحده. انا بشكرك جدا هيثم عبد العظيم المدير التنفيذي لشركه اورا. الحقيقه اتفاق اكتر من رائع تم ما بين المتحده وما بين اورا. زي ما قال هيثم القصه كلها مكالمه لم تزيد عن بضع ثواني، يعني دقيقتين ثلاثه وتم الاتفاق، تم التوقيع. كل سنة واحنا طيبين، مبروك علينا الماتشات. وزي ما قال هيثم قال جملة ظريفة جدا، قال ده حق طبيعي للمشاهد المصري، أي حاجة نقدر نقدمها كشركة أورا من خلال تعاوننا مع المتحدة احنا هنقدمها. فأشكر المتحدة، أشكر أورا أنكم أتحتلنا أن احنا نشوف كل الماتشات مجانا على القنوات بتاعتنا، دي حاجة تفرحنا.